شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. مبروك فوز النادي الاهلي النهارده 85-79 بعد اكسترا تايم. مباراه ادوا فيها يعني الولاد في الكوارتر الثالث والرابع مباراه عظيمه دفاعا وهجوما. كان في بعض الاخطاء ولكن الفوز في النهايه بينسيك كل شيء. برحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو المره الثالثه كابتن نبيل. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. الف مبروك ليكم. كابتن سلعاوي برحب بيك المره الثالثه والف مليون مبروك. الف مبروك كابتن هيثم. الحقيقه النهارده انا عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي الكبير الحقيقه اللي كان موجود الصاله النهارده منتهى الالتزام. النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي اللي حاضر في الملعب من الكياسه ان النهارده الماتش كان مكهرب جدا وكان باسكت هنا وباسكت هنا. ما صدرش من جمهور النادي الاهلي اي شيء يستحق عليه تكنيكال فاول في حين ان جمهور نادي الاتحاد اثناء المباراه خد 2 تكنيكال فاول. ده اللي فاكرهم يمكن اكتر من كده بس هو في 2 انا فاكرهم اثناء المباراه. جمهور النادي الاهلي كان في قمه الالتزام وقمه الحماس وكان له دور كبير في الفوز النهارده. الف مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي. وخليني برضو يعني اوجه رساله يعني للعيبة النادي الاهلي. احنا لسه ما خدناش بطوله منتظرين ان شاء الله البطوله. على فكره الدوري هيتوقف يمكن او السوبر مش هيتلعب الاسبوع الجاي على طول مباشره في توقف عشان بطوله افريقيا 3-3. كده نكون خلصنا الحقيقه يومنا النهارده. طيب احنا هل عندنا حاجه بعد طيب خلاص كابتن نبيل بشكرك شكرا جزيلا. نورتينا شكرا لك. الف مبروك وشكرا ليك. الله يخليك كابتن سلعاوي بشكرك شكرا جزيلا. يعني الف مبروك للنادي. كانت سهره حلوه. كانت سهره حلوه والحمد لله الفرقه ادت اللي عليها كابتن سلعاوي. الحمد لله وشنا كويس الحمد لله. والف مبروك وهارد لك نادي الاتحاد. الاثنين قدموا مباراه جيده والتوفيق لازم. اشكرك كابتن نبيل اشكرك كابتن سلعاوي. اذا انتهت جوله اليوم بعد حبس الانفاس. مليون مبروك النادي الاهلي. ننتظر ان شاء الله الفوز بالبطوله. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه والى جوله جديده مع الابطال.